واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكل صورها، وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 36,838 قضية تمونية متنوعة، من بينها 491 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت أكثر من 12,000 اسطوانة، وضبط 77 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت أكثر من 361,000 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 171 قضية بيع سلع تموينية مدعمة في السوق السوداء بمضبوطات بلغت قرابة 15 طن ونصف سلع غذائية متنوعة، وضبط 37 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت ما يزيد على 40.5 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 7,339 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت ما يقرب من 892.5 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية ومواد البناء، تم ضبط 101 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 909 طن سلع استراتيجية و162 طن مواد بناء، إضافة إلى ضبط 13 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 227 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 753,569 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 14,038 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 641 سائقا منهم. كما تم المرور على 1029 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1744 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 10 حالات. كما تم فحص 1536 مركبة وتبين مخالفة عدد 47 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 1761 سيارة و239 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 56,734 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 344,243 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت أكثر من 281 مليون جنيه. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1157 قضية، من بينها 697 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 436 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت أكثر من 6,000 نسخة من كتب أدبية وملازم تعليمية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 283 قضية بقيمة مالية بلغت قرابة 550 مليون ونصف جنيه.
وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 6249 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 10,742,000,000 جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 16,989,173 جنيه.